جزاكم الله خيرا. تقول: أريد صوم أيام الاثنين والخميس والأيام البيض، ولكن والدتي ترفض أن أصوم خوفا علي، فماذا أفعل؟ إذا كان صوم الاثنين والخميس فيه مشقة عليك واضحة، أطيعي أمك لأنها تريد الإشفاق عليك. أما إذا كان صومهما لا يشق عليك، فأطيعي والدتك وصومي وأخبريها أن ذلك لا يشق عليك وأنك تريدين الأجر والثواب. وإذا شرحت لها ذلك الغالب أنها تقتنع، لأن الحامل لها على منعك إنما هو الإشفاق عليك وظنها أن ذلك يضرك. فإذا وضحت لها أن هذا لا يشق عليك ولا يضر بصحتك، فالغالب أنها تقتنع لأنها تريد لك الخير.